النهارده زي ما وعدتكم الحلقه اللي فاتت هنفتح صندوق البرنتر اتش بي الام 111 دبليو زي ما شايفين كده. زي ما انتم شايفين اول حاجه بتقابلكم ده الجايد اللي تقدر تعرف ازاي تركب البرنتر منه، وده نفس الكلام. وبعد كده هتلاقي كابل يو اس بي، الكابل ده بتقدر توصل بيه البرنتر بالكمبيوتر او البرنتر باللابتوب. بعد كده هتلاقي كابلين باور، كابلين بيشغلوا البرنتر، واحد ثنائي وواحد ثلاثي، بتركب المناسب ليك. بعد كده بتشد الطبعه عادي جدا اهيت، بتطلعها تطلعها من الفل بتاعها عادي جدا كده اهيت، وكذلك الناحيه الثانيه. ودي البرنتر بعد ما طلعناه من الصندوق. اول حاجه بتشيل كل ما هو لونه لاصق برتقالي اللي هو لاصق الحماده اهيت كده، وبعد كده تفتح الباب للاعلى كده وتشيل اللاصق ده هو كمان. بعد كده بتطلع الحباره بتاعتنا اهيت، بتشيل كل ما هو لونه برتقالي فيها بس واحده واحده عشان ما تتكسرش معاك اهيت تمام. والناحيه الثانيه نفس الكلام، بسيطه ما فيهاش اي مشاكل. وبتيجي هنا بتلاقي ده شريط شده اهو، وتبدا تركب الحباره زي ما انتم شايفين كده، وتقفل باب الحباره. تعالوا فالاول نعرفه على شويه حاجات على السريع كده. اول حاجه البرنتر بتاعتنا اهيت، بتفتح الباب ده، الباب ده اللي بتحط فيه الورق الابيض اللي لسه هينطبع عليه. بتمسك الورق كده بتحطه بالطريقه دي كده للاخر كده، وتيجي من الناحيه دي تقفل عليه اهي من ناحيتين عشان الورق ما يلوحش معانا. والباب ده بتطلعه لبره كده عشان هيستقبل الورق اللي مطبوع عليه عشان ما يقعش في الارض. وعندك هنا ثلاث زراير، الزرار اللي تحت دوت اللي بنشغل منه البرنتر، والزرار ده اللي بنكنسل منه اي عمليه، او لو الورق خلص بتضيف الورق وبتك عليه يكمل باقي العمليه، والزرار ده بينور ازرق، ده خاص بالراوتر الواي فاي او باتصال البرنتر بالراوتر الواي فاي. وعندك هنا علامه تعجب دي لو في اي مشكله في البرنتر. ولو لفينا البرنتر من لورا كده تمام، هتلاقي هنا مدخل الكهرباء اللي بنشغل منه البرنتر، وهتلاقي هنا كده مدخل يو اس بي اللي تقدر توصل بيه البرنتر بالكمبيوتر اللي احنا شفناه في الاول. ودلوقتي هنبدا نركب الكابل الكهرباء تمام، ونبدا نشغل البرنتر من الزر ده عادي جدا. سحبت الورقه لان بكر السحب عامل على وضع استعداد سحب الورقه، وتنتظر لحد ما اللمبه دي تثبت وصوت الميكانيكا يهدى. او زي ما انتم شايفين اللمبه ثبتت والميكانيكا هدت، يبقى كده البرنتر دلوقتي جاهزه للتشغيل والاستخدام. ودي كانت اول فقره معانا، وهي فقره اخراج البرنتر من الصندوق وتجهيزه للاستخدام. ودلوقتي بعد ما جهزنا البرنتر للاستخدام، في معلومة مهمة جدا هتفيدك قبل ما ندخل في الفقرة التانية، واللي هي توصيل البرنتر بالراوتر الواي فاي عشان تقدر تطبع من على أي الهاتف. فقبل ما ندخل في أي خطوة لازم تبقى عارف إن البرنتر الـ HP الـ M111W فيها طريقتين مختلفين للطباعة من الهاتف، أو عامة الطباعة اللاسلكية. أول خاصية معانا وهي خاصية الطباعة باستخدام الراوتر الواي فاي، دي طريقة مشهورة جدا بتوصل البرنتر بشبكة الراوتر الواي فاي اللي بيوفرها الراوتر الخاص بالبيت. يعني انت دلوقتي بعد ما عرفت البرنتر بالراوتر الواي فاي، البرنتر دي هتدخل جوه الراوتر، واي حد هيعمل بحث عليها عشان يستخدمها هيلاقيها موجودة جوه عادي جدا. الميزة اللي في الخاصية دي هتقدر تطبع من على اي جهاز موبايل في نفس المكان اللي موجود فيه الراوتر، وغير انك هتقدر تتصفح خدمة الانترنت اثناء الطباعة عادي جدا. العيب اللي في الخاصية دي انك لو غيرت كلمة مرور الراوتر الواي فاي، ودي حاجة واردة تحصل، او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي ذات نفسه وارد جدا كمان دي تحصل، او عملت تغيير في اعدادات الراوتر الواي فاي، يعني زي لو حولت الشبكة من مرئية إلى مخفية أو من مخفية إلى مرئية، فاتصال البرنتر بالراوتر الواي فاي هينقطع. فلو عملت أي حاجة من الحاجات دي لازم تعيد خطوات توصيل البرنتر بالراوتر الواي فاي من جديد. ولو أنت حاطط الراوتر بعيد عن البرنتر فهتلاحظ إن في بطء في إرسال أوامر الطباعة، يعني هتلاقي البرنتر بتبدأ تطبع الأوراق بعد وقت، لأن أمر الطباعة بيطلع من الموبايل ويروح للراوتر، ثم الراوتر يرسلها للبرنتر وتبدأ تطبعها، فلازم تقرب البرنتر بالراوتر. وتاني خاصية معانا وهي الطباعة المباشرة بدون راوتر، اللي هي الواي فاي دايركت، دي طريقة أحدث شوية، البرنتر بتعمل شبكة واي فاي خاصة بيها، والجهاز اللي عايز تطبع منه بيتصل مباشرة بالطبعة من غير ما يحتاج للراوتر. الميزة اللي في الخاصية دي إنها بتوفر سرعه واتصال افضل للبرنتر، وكمان الخاصيه دي مناسبه لو ما عندكش راوتر واي فاي او في مشكله في الراوتر عندك. وتعالوا بينا نبدا بالفقره الثانيه وهي خاصيه الطباعه
باستخدام الراوتر الواي فاي. اول حاجه هنروح على البلاي ستور او اب ستور اللي موجود في موبايلك، ونكتب في البحث هنا برنامج اسمه اتش بي سمارت. هنختار البرنامج اللي قدامنا ده او اتش بي سمارت، او نختار تثبيت، وهتنتظر لحد ما يثبت معانا. البرنامج ده هتلاقيني سايبه لك تحت في خانه الوصف، او ممكن تلاقيه في اول تعليق. لمجرد انك تضغط عليه هيحولك للبرنامج على طول عشان تقدر تثبت. وزي ما انتم شايفين بعد ما البرنامج اتثبت معانا هنعمل فتح عادي جدا كده، هيجي لك كام خطوه روتينيه الو يعني خطوات عاديه جدا. هنختار قبول الكل، هنعمل الخطوه دي تخطي، وطبعا البرنامج هيفتح لك بالشكل دوت. هتختار اول حاجه ايديت يور فيرست برينتر اهو، ثم هنختار نيو برينتر، ثم هنختار واي فاي، وهنختار كونتينيو، ثم هنختار كونتينيو مره اخرى، ثم هنختار السماح، ثم هنختار اوكي، ثم هنختار اثناء استخدام التطبيق كونتينيو السماح. الحاجات دي روتينيه. هيظهر لك البرنتر فوق M111 ليزر جيت، هنختارها كده عادي جدا، وهيقول لك هل الشبكه دي هي دي اللي انت عايز تعرف عليها الراوتر واي فاي ولا لا. لو هي هتكتب هنا الباسورد بتاعها، لو مش هي هتعمل تشينج نتورك وهتختار الشبكه بتاعتك. فانا دلوقتي هكتب الباسورد الخاص بشبكه الراوتر الواي فاي، وبعد ما دخلت باسورد الراوتر الواي فاي هنختار كونتينيو بالطريقه دي كده. واول ما يجي لك الخطوه ديت بيقول لك ايه، اضغط على الزرار اللي موجود ده اهو، ضغطه واحده كده بس اهي، زي ما انتم شايفين القايمه اختفت اول ما ضغطت على الزرار اهو. دلوقتي بيقول لك برينتر كونكتد تو واي فاي الشبكه بتاعتي، هنختار كونتينيو. ولو بصيت دلوقتي للمبه اللي موجوده في البرينتر هتلاقي انها ثبتت، معناه ان هي دلوقتي اتوصلت بالراوتر الواي فاي. هنختار قبول الكل، هتختار اللغه تمام، انت تختار اللغه اللي انت مناسبه ليك. طبعا اللغه العربيه مش موجوده فهتختار انجليش، تختار متابعه، وهتختار البلد اللي انت مقيم فيها. انا مثلا هختار ايجيبت اللي هي مصر يعني اهي، ونختار متابعه، نختار متابعه مره اخرى، هنختار البلد اللي انت موجود فيها برده تاني مره، ولو ما لقيتهاش ممكن تختار اي حاجه يعني اللي لو انت ما لقيتش البلد بتاعتك يعني. هنختار تخطي تفعيل حساب. هنا بيقول لك شويه حاجات احنا عملناها في الاول الفيديو، اللي هو افتح الباب المسحوق واسحب الشريط واخرج الخرطوشه والكلام ده، بتقعد تمشي بيها كده تمام لحد ما تختار متابعه اهي. ونفس الكلام بيقول لك حط الورق، وبيديك شويه نصايح احنا قلناها في الاول. طبعا في الخطوه دي هنختار التحديث التلقائي اللي هو اول اختيار، ونختار تطبيق. وزي ما انتم شايفين ظهر لك الخطوه اللي قدامك دي. لو ضغطت على برنت ا دوكمنت هيطبع لك ورقه دلوقتي يثبت لك ان البرنتر اتعرفت من خلال الراوتر الواي فاي. لكن لو انت عايز تعمل تخطي وما تطبعش الورقه دي فبتختار اسكيب برنتنج بيج. انا ممكن اعمل ايه، اختار برنت دوكمنت تمام، هنختار برنت ايت اهي. او زي ما شايفين طبعت لنا الورقه عامله ازاي اهي، هي دي التيست بتاع الموبايل. بعد كده برجع خط الورقه عادي جدا كده، وبختار نوت رايت ناو. او زي ما انتم شايفين ظهرت لنا البرنتر بتاعتنا اتش بي ليزر جيت M110W. ودلوقتي وصلنا البرنتر بالراوتر الواي فاي. ازاي نطبع؟ الموضوع بسيط جدا، هنقفل الابلكيشن بتاعنا خلاص كده، وتختار الملف او الصوره اللي انت عايز تطبعها. وعلى سبيل المثال الصوره دي عايز اطبعها، وخطوات الطباعه واحده، هختار مشاركة او شير، ثم هندور على برنامج اتش بي اهو زي ما انتم شايفين تحت كده، ونختار عادي جدا كده، ثم نختار برنت. او زي ما انتم شايفين الصورة طالعة فحمة وجميلة جدا اهي، زي ما انتم شايفين كده صورة زي الفل. ودلوقتي وصلنا للفقرة الثالثة والأخيرة، وهي خطوات ربط الموبايل بالطابعة دايركت بدون ما تستخدم الراوتر الواي فاي. أول حاجة شايف الزرار دوت، هنثبت عين صباعنا كده لحد ما اللمبة الصفراء دي تنتفي، وقتها شيل صباعك أهي كده، نشيل صباعنا. هتبدأ دلوقتي إن هي تطبع لك ورقة. أهي الورقة دي فيها بيانات اتصال الموبايل بالبرنتر، او زي ما انتم شايفين كده مكتوب واي فاي دايركت سيت اب، هو ده اسم البرنتر موجود في الشبكه، وده الباسورد او كلمه المرور اللي موجود في الشبكه. طب ازاي نعمل الخطوه دي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. اول حاجه هنروح لقائمه الشبكات اللي هي بتاعت الراوتر الواي فاي، نفتحها عادي جدا كده، هتلاقي اسم البرنتر ظهر قدامك دايركت 94 اتش بي ام 1111 ليزر جيت، نختارها كده ونبدا نكتب كلمه المرور او الباسورد اللي ظهرت لنا في الورقه دي، مع العلم ان الشرطه اللي موجوده ما بين كل اربع ارقام بتتكتب، يعني مش تكتب 4 5 9 3 ووراها 7، لا
لازم تحط الشرط دي. وبعد ما كتبنا الباسورد بالطريقه الصحيحه كده هنختار توصيل جاي لفحص جوده اتصال الانترنت. هتجي لك القائمه دي هتختار الاتصال دائما مثلا او تختار اللي انت عايزه. دلوقتي يقول لك تم الاتصال من دون الانترنت. هنرجع كده ونروح لبرنامج الاتش بي اللي احنا نزلناه ونختار من فوق علامه اضافه برنتر اهي كده بالطريقه دي. ثم هتختار الاختيار اللي تحت اللي مكتوب عليه اوريدي كونكت تو نتورك اهو. هتلاقي البرنتر ظهرت لك هنا هنختارها كده. ايوه وبكده اتعرفت. وخطوات الطبع واحده، هنختار الملف او الصوره اللي انت عايزها، هنختار مشاركه، هنختار برنامج اتش بي سمارت، هتختار طباعه. الموضوع سهل كده، وان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نربط البرنتر بالكمبيوتر او اللابتوب مره باستخدام الكابل اليو سي بي ومره باستخدام الراوتر الواي فاي. لو الحلقه عجبتك واستفدت منها ما تنساش تعملي لايك وشير وكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.